ما كان ممكن يا استاذ مرتضى توني هذه المساله في لاعب طيب وعايز يلعب في الاهلي مع خليك ماشي. مع رغبته يا سلام وانهي الازمه ما فيش مشكله كلامك مظبوط ويغور في 60 داهيه مش عايزه انا مش عايزه اللي حصل بالظبط اتفقنا مع الولد مضى وفي اتفاق مع النادي بتاعه خلاص فجاه لقيته بيقول هو بيقول انا زملكاوي ماشي يا عم وبعشق ماشي يا عم لقيته بيقول لا انا خايف اروح الزمالك عشان احمد عيد عبد الملك في ماتش المقصه شتمني وابراهيم صلاح شتمني وقالوا لي لو جيت مش هتلعب اولا ده كلام عبيط فانا طلعت منتهى الادب والاحترام قلت في كل القنوات لما عملوا مداخلات وانا على فكره اي حد بيطلبني انا متواضع بقى بقول لك ايه هو كل اي مذيع هيطلبني اي صحفي هيطلبني واسالهم الساعه 4:05 من الساعه 6 الصبح على صلاه الفجر هرد عليه يعني لا تتعالى عليه هرد عليه ما عنديش مشكله خلاص انما المتعالي ده بقى هو اللي الدنيا عامل مشاكل مع الدنيا كلها المهم فانا طلعت قلت كلمتين يا كابتن احمد الشيخ انت ليك حق اذا كانوا الاولاد دول فعلا اقول لك كلامنا انت ليك حق في اكتر من كده بقى حضرتك تعالى النادي عندي وهجيب الاولاد لو ما قدرتش اصالحكم على بعض خد عودك وامشي في غلط في الكلام لا طلع قال لك لا اصل هم انا اتعاقدت ومحدش بيسال عليا وانا بيجي لي الرضع بالليل عايزها والبامبرز ما بيجيليش ورئيس النادي ما بيكلمنيش كل يوم يا ابني هو انا فضيلك ده على سبيل التهكم اي يعني. انا مش فضيلك طب اللعيبه تحتويه ما تتكلمش عليها يا استاذ يا بيه انا غلط في الزمالك ده شباب صغير يا بيه غلط قال ادب على النادي خلاص كل ده ماشي في 60 داهيه مش عايزينه لقيته بقى مجله روزا اليوسف اللي حضرتك بتشتغل فيها اللي بدات فيها المجله المحترمه اللي انا بحترمها وتعرف علاقتي بيك بدات من روزا اليوسف وابراهيم خليل روزا اليوسف وابراهيم عيسى وعبد الله كمان المجموعه دي كلها انت عارف احنا اصحاب من البدايه انت لسه بادئ في المحاماه وانتوا بادئين في خلاص المنشيت كده الزمالك فوضني ورب العرش نجاني والزمالك لو دفع لي مليار مش هاجي طب انت بتقل ادبك ليه ما انا عايز اسامحك واسيبك خلصنا من دي لقيت اخبار الرياضه انا عملت الصلاه استخاره وربنا قال لي ما تروحش الزمالك ربنا يا ابني ماله مال الزمالك والاهلي يا ابني تستهبل يالا خلاص قلت طيب ومع ذلك لو الواد طلع قبل ما ياخد العقوبه لو طلع واعتذر هسحب الشكوى خلي بالك ما كنتش لسه اشتغل يعني انت كنت طالب انه يعتذر فقط يا بيه انا ما قدمتش الشكوى الا امبارح ما كنتش كل ده اشتكيت خالص لا مش عايز غرفه 60 داهيه مش لا هو هيزود الاهلي ولا هو ينقص الزمالك خلي بالك ما كنتش اشتكيت لما لقيت قله الادب اشتغلت وتطاول على نادي محترم قلت لا اقف الصب لا ادي الشكوى اهي وانت عندكم عقد الواد وعقد النادي المقص خلاص طيب عيل صغير وغلط هسامحه يطلع بقى مدير الكوره امبارح في مداخله مع شوبير الاخ الاخوانجي علاء عبد الصادق الاتي الاول لازم اعرف يا ما بلاش بقى الاخوانجي الاتهامات اتحداك عايز اسال وزير البترول ده عنده 300 مليون جنيه منين يا وزير البترول 300 مليون طلع ليه مين اللي عنده 300 مليون علاء عبد الصادق ما اعرفش ليه شوف الشركات اللي عنده احنا لسه هنتكلم ده احنا عندنا فضايح لا 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 انا مش عايز اوجه التهامات جزافه طيب انا بجيب لك الورق كله بتاع الدنيا طيب كلها ايه طيب. واحده واحده طلع ليه بقى قال لك قال له يا شوبير انا بقول اهو وبحذر واي عقوبه على اللاعب بتاعنا احنا بنحذر وجماهيرنا العريقه العريضه لا انت بتستقوي بجماهير وحضرتك عندك جماهير والمحله ما عندهاش اتحاد اسكندري ما عندوش اسوان ما عندهاش احنا ما عندناش كل الناس عندها جماهير بس لعبه الجماهير دي لعبه خطره لعبه خطره عليك يا بابا وعامله زي الكبريت كده متولع كده ما تعرفش تولع ممكن تولع فيك انت اوعى تلعب لعبه الجماهير ليه لان لو العيال دي هاجمت على اتحاد الكوره زي ما هاجموا قبل كده واحد مات هتخش انت السجن تحريض انت هتخش انت ومجلس ادارتك السجن على طول ولو انا عملت كده نفس القصه اوعى تلعب لعبه الجماهير فاذا بقى المشكله بقت ايه ما بقاش لاعب بيستهبل لاعب النهارده انت عارف هو لو قال انا راجل اهلاوي بقى وعايز اروح الاهلي يا بيه لان الاهلي زودوا 2.5 مليون في السنه راح رضى في الاهلي فامثال اللعيبه دي هي لازم تتعاقب فكل اللي احنا عملناه طب خلاص عملت مداخله امبارح حلت المشكله لجنه شؤون اللاعبين لسه مجتمع النهارده قلت لو جالي الاستاذ محمد عبد الوهاب ومعاه اللاعب واعتذر هسحب شكوتي لا مين انت ده احنا الفتوات بتوع البلد في الفتوات في مصر انت مين بجد يعني شوف انا عمال امد ادي لك حبل اهو كل شويه مد اقول لك كده قلت بالاسم يجي لي الاستاذ محمد عبد الوهاب وده صاحبي وعندي في المكتب على طول ومعاه الولد بيقول لي يا جماعه انا بعتذر للزمالك انا غلطت هسحب الشكوى
لا لا مين ده؟ لا لا محامي مين ده؟ المحامي اللي رقم واحد او اتنين في مصر؟ لا ده انا طاهر، انا اسامه خليل اوعى تروح له. طب خلاص اتحمل المسؤوليه، خلاص ده احنا ما غلطناش. عمالين يا استاذ وائل نمد الحبل هم يقطعوه، نمد الحبل هم يقطعوه. تعالى بقى نكلم في اللوائح. هو حضرتك النهارده مش موقع عقدين لناديين؟ ولائحه الاتحاد الدولي بتقول من ست اشهر لسنه. ادي واحد. اتنين، انا سمعت الاخ محمود الشامي عمل مداخله مع شوبير وقال له ان استاذ مرتضى طلبني مرتين وما ردش. على فكره انا فعلا طلبته بس عشان لجنه الانديه، لان جاي لي الدكتور محمد رفعت امين اللجنه، محمود الشامي معانا في اللجنه، والاستاذ ايهاب اللي هيتعدوا الاتحاد. انا اكبر من ان انا اكلمه في لاعب، وانا احترمته ما ردش لانه ممكن يكون تصوره ان انا اكلمه في لاعب خلاص. ومع ذلك صدرت العقوبه. ايه الفيلم ده؟ مين الشيخ ده اللي انت هتولع ويطلع العمري؟ يا استاذ عمري فاروق عيب، ده انت كنت مسؤول في الدوله وانت تعرضت للالترس اللي هم اللي اخوك بيستقوا بيهم دلوقتي، كان هيقتلوك، كان هيقتلوك يا عمري. لما يطلع الاخ هشام قاعد مجلس اداره يقول لك ايه غضبه الجماهير واستقرار الدوله، هيلعب لعب عيال. ما تكبروا بقى. دوله مين؟ دوله الاخوان ايام العمري كان وزير فيها يا هشام، ولا دوله السيسي المحترم اللي ما بيخافش وفيها ابراهيم محلب دوله ثابته؟ التهديد مش هيجيب نتيجه. انت عارف لولا التهديدات دي، واخد بالك، لو كلمني مثلا وزير الشباب، كلمني محمد ابو الوهاب قال لي اسحب الشكوى، اسحبها، ايه المشكله؟ لكن بعد التهديدات دي لو انا سحبتها يبقى انا خفت، ما بخافش، قلب الاسد لا يخاف، انا قلبي حديد. لا ما مش ما خلينا بقى، انت ثانيه واحده بتنزع. انت هديت وهديت بجماهيرك وهديت انك بتنسحب. طب ما تدي فرصه يا اخي، ممكن حد عاقل متزن يكلمنا، احنا مش عايزين الواد نسحب الشكوى، واخد بالك؟ انما كونك عمال تهدد وتستعرض قوتك، انت من ورق ولا الهوى. وعايز اقول لك حاجه، انتوا عملتوا ايه قبل كده؟ قلتوا الجعجاع ابو صوت عالي الاجوف. مصر كلها عرفت مين الجعجع ومين اللي صوته عالي اجوف ومين اللي بيدي الكوره في الجون. انا راجل قانون، قدمت العقد ده وقدمت العقد ده. بيقول لك ايه؟ اصل العقد بتاع قديم أنا لا يعتد به. هقول لك انا، ما انا برضه مش تلميذ صغير. هو عنده عقود مثلا للعيبه من، بس بفهم جماهير النادي الاهلي الاداره اللي بتحكم دلوقتي بتعمل ايه. هو عنده عقود للعيبه الزمالك قديمه تلعب معانا دلوقتي، خلاص اتحاد الكوره قال العقود القديمه دي يوم 31/7 الساعه كذا تنتهي مفعولها، ويبدا مفعول العقود الجديده ليها شكل جديد، دي زرقاء تقريبا ودي خضراء. اللي هيقدم عقد قديم بعد 31/7 بثانيه ارميه في الزباله خلاص. فانا لو قدمت العقد بتاع الولد ده بدري 30/7 اللي هم عندهم عقود ضد الزمالك هيقدموها. فانا جيت في الثانيه الاخيره من الماتش والحكم بيصفر، رحت مقدم العقد بتاعي، ما لحقش يقدم عقود الزمالك لو عنده عقود للزمالك لعيبه في الزمالك خلاص. فانا قدمت العقد القديم في الوقت القانوني بتاعي خلاص، اللي اتحاد الكوره قال فيه دي فيه مهله. انت بقى عندك عقود ثانيه لعيبه عندي ارميها في الزباله لانها قديمه خلاص، المهله انتهت. ليه؟ لان احنا انا راجل قانون وبعرف اتصرف ازاي بكسب قضايايا. انت بقى دلوقتي عايز ايه؟ دوله مالها؟ ده اتحاد كوره، الدوله تدخلت، الفيفا منعه، ده تدخل حكومي خلاص. ولو حد كلمني من الدوله قال لي تنازل هعمل فضيحه، هقول لهم لا يا جماعه تدخل حكومي خلاص. انما الادب والذوق يا وائل هو اللي بيجيب نتيجه. طب ما انا اقول لك، نزعا لفتيل الازمه، وحتى يبدو الزمالك أزمة كبيرا أزمة لما تندلع هذه الازمه بسبب لاعب. انا اللي عملت الازمه؟ ولاعب يعني حتى جايز لو قلت للناس من هو احمد الشيخ، بس محدش عارف ربما لا يعرف. لما تندلع كل هذه الازمه أحمد الشيخ. بس هنا ما تقول يعني الزمالك كبير ويتخلى. كل ده كلام مظبوط. انت في مجتمع بتاع اشاعات هيقول لك ايه؟ وجابوه في امن الدوله وقالوا له بص بقى مرتضى. نعم يا اخويا. لا حبيبي، والكلام ده ضرب عليا نار من 7-8 مرات. ما بخافش. انا رحت زرت توفيق اوكاشا امبارح، شرحت له كل حته في السجن، واخد بالك؟ بقى مستغرب. قلت له يا ابني انا بس هنتكلم في دي فيه. هنبقى انا عايز اقول لك حاجه، لو انت بادب واحترام، وانا اديت لك مبادره امبارح واول امبارح، قلت الولد يعتذر، ما اعتذرش. قلت له لا يا راجل، ده نزل سخن في الماتش بتاع الشرطه استفزاز للناس. وبعدين علاء عبد الصادق غلط وقال لك هو احنا كده والزمالك وابراهيم عبد الخالق وهنعمل واحنا الفتو، انا شجيع السيما ابو شنب بريمه، لا طلعت شجيع ولا طلعت بتاع، وتهديدات ما عادش تنفع.
مش معايا انا الكلام ده. خوف ممدوح عباس يخوف، انا ما بخافش الا من ربنا يا راجل. انا راجل استقلت مرتين في سنه، اللي هيكلمني اقول له خد يا عم السلم النادي انا ماشي، عايز مني ايه؟ فانا النهارده الادب خد عينيا، الاحترام خد عينيا، انما انت عملت بيان بتنسحب يبقى انا الدوله قالت لي هينسحب اللي انت قلته بقى، وهنبوظ المسابقه والسبب اللي عايز ينسحب ينسحب خلاص. ولو عندي تاني بقول لك اهو يا محمود هشام يا جمال يا علام يا اتحاد الكوره، لو في لاعب عندي موقع لناديين في وقت واحد وتقدم العقد القديم. الاهلي بيقول انه في ازمات مماثله والاهلي لم ياخذ نفس الموقف. ليه مين اللي قدم شكوى في خالد قمر ومعروف يوسف؟ وانا يعني يا اخي انا بقدم التنازل، سبته اسال جمال علام اطلبه، اديت له التنازل عن زكريا وهو مؤمن زكريا دون، وهو في نفس والمناسبه مؤمن زكريا لما جاب الجون اللي فات. انا يا اخي تخيل بيتريق على المعوقين، قاعد يقلد ولد معوق كده، في ايه يا ابني؟ لا 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 جايز انت فسرت. طب هات المشهد كده. طب تجيب المشهد. وبعدين مؤمن زكريا اللي انت بتقول عليه انا مش عايزه ده، ما هو ده الذي يحقق بطولات مع مش يحقق يعني على الاقل يعني محققش. لا اداؤه جيد مع الاهلي والقمه اللي هي بطوله في حد ذاتها. اقول لك حاجه خطف القمه منه. لا لا اقول لك حاجه، ده نحس ماشي خدنا الدوري راح الدوري من زمان الاهلي بصراحه. المهم خلينا في المهم، يبقى انا دلوقتي عمال افتح لك الطريق. انت لما تعمل بيانات تهديديه رئيس الجمهوريه يخاف، رئيس الوزراء ابراهيم محلب يخاف.